من المعروف بأن الإمبراطورية الأشورية انهارت في عام 612 قبل الميلاد بعد أن سقطت نينوى عاصمة الإمبراطورية على يد تحالف ميدي بابلي، تبع ذلك انسحاب قسم من الجيش الأشوري إلى مدينة حران التي كانت قاعدة للتورتانو وهو القائد العام للجيش، وكان اسمه حينها أشور أوباليت الثاني الذي صمد لعامين حتى نجح التحالف الميدي البابلي في إسقاط هذه المدينة عام 610 قبل الميلاد، وتلى ذلك معارك كر وفر آخرها في مدينة كركميش على نهر الفرات، حيث وقعت معركة بين الجيش المصري الحليف للأشوريين وبين الجيش البابلي بقيادة نبوخذ نصر الثاني، انتهت بهزيمة الجيش المصري. وكان الخراب سائد في أغلب المدن الأشورية الكبرى، حتى أن زينفون القائد العسكري اليوناني الذي مر ببلاد أشور في طريقه إلى اليونان بعد المعارك التي شنها المرتزقة اليونانيين في الحرب الأهلية الفارسية عام 401 قبل الميلاد، وصف خراب مدن نينوى وكالخو وأسوار هذه المدن التي سماها لاريسا وميسيبيلا، وأنها كانت مدن مهجورة في القرن الخامس قبل الميلاد. لكن استمر الأشوريين في العيش في مدنهم الصغيرة مثل أربيل وحران ومدينة دوركاتليمو على نهر الخابور التي اكتشف فيها وثائق رسمية مثل ملكية الأراضي كتبت باللغة الأكادية الأشورية، وكانت تؤرخ حسب سنوات حكم الملك البابلي بدلا من سنوات حكم الملك الأشوري كما في السابق. وكان الاحتلال الميدي البابلي قد استمر لخمسون عاما حتى أطاح الملك الفارسي كورش الكبير بهاتين المملكتين وبسط سيطرته على كامل بلاد الرافدين عام 539 قبل الميلاد. ويوجد نقش في مدينة بيرسوبوليس في إيران يظهر سبعة أشخاص أشوريين يقدمون الهدايا لهذا الملك، مما يدل على الترحيب الكبير الذي لقيه عند الأشوريين، حيث حرر الأشوريين من الاحتلال الميدي الذي دمر بلاد أشور واستعبد الأشوريين، واضطر الكثير من الأشوريين إلى العيش في الجبال والأرياف البعيدة بسبب الاضطهاد. وانخرط الأشوريين في الدولة الأخمينية بشكل كبير، حيث عمل النحاتون والفنانون الأشوريين في خدمة الملوك الفرس، مما يفسر الشبه الكبير بين الآثار الفارسية من أبنية وثيران مجنحة ونقوش وبين الآثار الأشورية. وشارك الأشوريين في حرب الملك الفارسي خشايرشا على بلاد اليونان عام 480 قبل الميلاد، وتدل التنقيبات الأثرية على أن الأشوريين عادوا إلى مدنهم الكبرى أي نينوى وكالخو وأشور، وعادوا بنائها وشمل ذلك معابد الإله أشور. وازدهرت هذه المدن بشكل كبير في زمن الإمبراطورية البارثية وأصبحت مراكز تجارية كبيرة لموقعها المهم، وكانت مدينة نينوى تشكل أبرشية أشورية كبيرة تابعة لكنيسة المشرق استمرت حتى بناء العرب لمدينة الموصل، وشكلت بلاد أشور ولاية كبيرة تابعة للإمبراطوريات الفارسية المتتابعة أي الأخمينية والبارثية والساسانية، وكانت تعرف باسم أثورة وهي الترجمة الفارسية القديمة لاسم أشور. واستخدمت أيضا تسميات آثورستان أو آسورستان على بلاد أشور في الفترة الساسانية، حيث استخدمت هذه التسميات في المصادر الأرمنية لوصف بلاد أشور والأشوريين. وعلى الرغم من ندرة المصادر الكتابية الأشورية في تلك الفترة، لكن نجد أن جميع المؤرخين المسيحيين يشيرون إلى بلاد أشور باسم آثور، مثل مار إيشوداد عام 852 ميلادية، وتوما المرجي توفي عام 900 ميلادية، وابن العبري توفي في عام 1286 ميلادية، وميخائيل الكبير الذي توفي عام 1199، وغيرهم الكثير. واستخدم الأشوريين تسمية الآثوريين أو آثوراي بالأشورية لوصف أنفسهم، لكن بسطت هذه التسمية في العامية إلى سوراي، وسميت اللغة الأشورية أثورث التي بسطت إلى سورث. وفي ظل الاحتلال الفارسي تمتع الأشوريين باستقلال ذاتي، حيث كان هناك ملوك أشوريين يحكمون أشور، وكان مركز حكمهم مدينة أربيل عاصمة أقليم حدياب أحدى أقاليم بلاد أشور. وكان الملك الفارسي الذي كان يلقب بملك الملوك يقوم بتعيينهم شخصيا، ومن هؤلاء الملوك
الملك نرسيه الذي ذكره المؤرخ الأرمني موسى الخوريني في كتابه تاريخ الأرمن، والذي كان صغيرا في السن وكان يتبادل الرسائل مع الملك أبكار ملك الرها حول المسيحية التي كانت تنتشر بين أتباعهم حينها. وذكر هذا الملك أيضا في وثيقة تعاليم مار أداي، لأن المسيحية انتشرت في بلاد أشور في عهده. وهناك الملك قرداخ، تذكر المصادر بأنه كان ينحدر من سلالة ملكية أشورية، وأنه ينحدر من نسل الملك سنحاريب، وولد لوالدين غير مسيحيين يعتنقان الديانة الزردشتية، وكان مقربا للغاية من الملك الفارسي شابور الذي عينه ملكا على ولاية آثورة أي أشور، وهو في عمر 25 بعد رحلة صيد شهد فيها الملك شابور مهارات قرداخ في رمي السهام وحنكته وذكائه. لكن قرر الملك شابور اعدام الملك قرداخ لاعتناقه المسيحية ومحاربته الديانة الزردشتية ديانة الدولة آنذاك، وتم اعدامه رجما بالحجارة قرب قصره في مدينة أربيل، حيث بني مكان استشهاده كنيسة كبيرة، وبني مزار له قرب قرية القوش يزوره أشوري تلك المنطقة. ويعتبر هذا الملك من قديسي كنيسة المشرق، حيث توجد كنائس أشورية عدة تحمل اسمه، بالإضافة إلى تخصيص يوم في العام كتذكار له. وهناك أيضا الملك سنحاريب الثاني الذي عرف بمحاربته للديانة المسيحية، حتى أنه قتل ابنه بهنام وابنته سارة لاعتناقهم المسيحية، لكنه ندم على فعلته، لذلك أمر ببناء دير مكان استشهاد ولديه. ويعرف هذا الدير اليوم باسم دير مار متي، وهو القديس الذي بشرهم بالمسيحية، ويوجد اليوم شمال مدينة الموصل في العراق. وكتب المؤرخ اليهودي الشهير يوسيبوس عن ملوك حدياب الأشوريين مونوباز الثاني وزوجته هيلانا وابنهم إيزاط، الذين اعتنقوا اليهودية وكانوا متعاطفين مع اليهود في ثورتهم حينها ضد الرومان، وقدموا التبرعات ليهود أورشليم لبناء معبدهم. وأن الملكة هيلانا الحديابية عاشت آخر أيامها في مدينة أورشليم. وفي القرن الثاني الميلادي شن الإمبراطور الروماني تراجان حملات عسكرية ناجحة على الإمبراطورية البارثية عام 117 ميلادية، انتزع على إثرها الولايات الغربية للإمبراطورية البارثية وأسس ولايات أشور وأرمينيا وبلاد الرافدين. واثنان من مدن بلاد أشور قامت بالثورة على حكم الرومان وتعرضتا للتدمير بسبب ذلك. وقد دمر الملك الفارسي شابور الثاني مدينة أشور في القرن الثاني الميلادي بسبب ثورة قامت بها إلى جانب مملكة الحضر، احتجاجا على الضرائب الكبيرة التي فرضها لتغطية حروبه على الرومان.